تخيل معايا كده تنام وتصحى تلاقي نفسك مليونير من الهوا، ايه مصدوم صح؟ ومش مصدق اللي بتسمعه. اهو ده اللي حصل بالظبط مع التيك توكر درجالي، واللي دخل ينام وكان زعلان ومكتئب ومش لاقي شغل ولا معاه فلوس، لدرجة انه كان شايف الدنيا قافلة في وشه ومش لاقي شغل ولا عارف يتصرف ازاي، وما سابش وظيفة في مجاله غير ما قدم عليها، بس الدنيا كانت بايظة معاه، ودرجالي خلاص تعب من كتر ما بيدور على شغل ومش لاقي، لحد ما ربنا فتحها وحصل اللي ما يخطرش على بال حد. في يوم كان داخل ينام بس مكتئب شوية على رأي الدحيح، صحي من النوم لقى حسابه في باي بال مرة واحدة بقى 40,000 دولار، يعني 2,000,000 جنيه. طبعا صدفة بتحصل كل مليون سنة مرة، بس الغريبة بقى الفلوس دي جات له ازاي اصلا؟ ما هو اصلا محدش بيهدي حد 40,000 دولار في الزمن ده كده مرة واحدة. يعني انت عارف الدولار بكام النهاردة؟ بص يا سيدي، الساعات اللي فاتت التيك توكر درجالي نشر فيديو ليه على حسابه على التيك توك بيحكي فيه عن اغرب موقف اتعرض له في التاريخ، ومش ممكن اي حد يصدقه او يصدق ان ده يحصل مع اي شخص. درجالي قال في الفيديو: والله ربنا كرمه كبير جدا ليا، انا كل يوم كنت بفتح ادور على شغل اتبعت ليا او شغل اقدم فيه، وما كانش فيه اي حاجة قدامي في مجالي، بس سبحان الله كل ما بتضيق كل ما بتفرج على الاخر. صحيت يوم على ميل لقيت باي بال بتقولي متحول لك 40,000 دولار على حسابك. انا معرفتش ده مين، انا قلت ان ده هاك او يمكن فلوس ممنوعات او حاجة مش كويسة او حد بعت لي لينك ادوس عليه اتهكر. لكن لما دخلت على باي بال لقيت فعلا الفلوس دي جت، ومعرفش حصل ازاي. بعدها لقيت رسالة من شخص اجنبي، وهي رسالة مش بالمصري، لكن مضمونها بيقول ان الشخص ده سمع اغنيتي واثرت فيه وفكرته بحبيبته، فرجع كلمها وهيتجوزها وبعت لي رقمه علشان اتواصل معاه، لكنه رفض اني اذكر اسمه وفضل الموضوع يبقى برايفت. انا كنت بحسب ان الحاجات دي بتحصل في الافلام، لكن كنت بقول لنفسي انت ممكن تصحى تلاقي نفسك في حتة تانية. ومن وقت ما نشر درجالي مقطع الفيديو ده وهو بقى حديث السوشيال ميديا كلها، وده لانها صدفة صعبة تتكرر تاني، وبدأ المتابعين يسألوا درجالي عن الفلوس وهيعمل بيها ايه، هل هيفتح مشروع ويحقق حلمه ولا هيعمل ايه بالظبط. والناس على السوشيال ميديا اتقسمت نصين، نص كدب درجالي وشاف انه بيسوق للاغنية بتاعته علشان الناس تدخل تسمعها، ونص تاني صدقه بس قالوا ما كانش ينفع يقول كده ويخاف من الحسد، خصوصا بعد ما جاله من ورا الاغنية دي 2,000,000 في لمح البصر. وبصراحة كتير من متابعين السوشيال ميديا بيسألوا مين اصلا التيك توكر درجالي اللي قلب الميديا كلها بفيديو الهدايا ده. اقولك انا يا سيدي، درجالي هو تيك توكر شهير بيعمل فيديوهات على التيك توك، وتعرف بخفة دمه وحبه للغنى، وده ظاهر جدا في الأغاني كتير اللي بينزلها على حسابه في التيك توك، واللي بالمناسبة بيتابع حسابه أكتر من 1,200,000، ده غير إن تسجيلات الإعجاب بالصفحة بس وصلت ل 53,000,000 تسجيل. وفي النهاية تفتكر فعلا درجالي جاله هدية ب 40,000 دولار؟ ولا ده تسويق لأغنيته زي ما قال المتابعين؟